دونك اول حاجه اخوان قبل ما نبداو الاكونت انستغرام ديالنا تلقاوه في تحت في الديسكريبشن لاي واحد كيستخدم انستغرام من الاحسن تخلي فولوين الباج هادي كيكون فيها الانونسمون او كيو اند اي شحال من الحوايج اللي غادي يفيدكم بزاف. دونك حنا راه شانل غدا وكاس كبار صافي، دونك من الاحسن تفولويو هاد الباج انستغرام. انا غادي تلقاو اللين ديال تيليجرام تا هو دخلوا له، فيه الدراري كلشي كيتعلم اي سي تي وصافي. نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم الاخوان، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الكورت تيوري كيفاش نخدموا بها، تكونفيرمي بها السيت اب ديالك شحال من حاجه. وانا متاكد مور هذا الفيديو هذا اللي كنت تفرج مزيان وتنوطي هادشي اللي تسمع فيه، متاكد 100% ما عمرك تسول شي واحد على شي حاجه في هاد التيوري هادي، هاد الكوارت في لي تيوري. صافي الاخوان، دونك دابا نبداو بهاد الكوارت في لي تيوري ونشوفو الانترودكشن ديال هاد الكوارت في لي تيوري. الاخوان ماشي ديال مايكل، هذا ديال واحد الاي سي تي ستودنت سميتو دي، هذا تويتر ديالو. دونك هذه ماشي ديال مايكل، وماشي حيت ماشي ديال مايكل انها مخدامات ولا لا، حيت هي عندها واحد التداخل مع الاي سي تي كونسيبت، البيزيك اي سي تي كونسيبت. داكشي علاش الاخوان عجبتني كاين كيخدم بيها وخدام مزيان بصراحة. باكتيس تيس خدام بواحد الموديل فيها كنخدم بيه بواحد الكوارتلي تيوري، فوقتو ان شاء الله نبارطاجيوه هنا. دونك هاد الاي سي تي ستودنت من قاري اي سي تي نيت من عند مايكل، وهو اللي خرج هاد التيوري هادي اللي سماها الكوارتلي تيوري هادي اللي هي ديالو. وهاد الكوارتلي تيوري متعلقة بالتايم، التايم اول حاجه ضروري حيت التايم هو الاول، فهمتي، متعلقه بالتايم. دونك نبداو. المهم كيما عرفنا دابا عندنا الكوارتري ديالو ديال الدي واحد الاي سي تي ستودنت، واخا مايكل قالك هو ما كيديهاش في شي حوايج من غير الكونسيبت ديالو، واخا هادي زعما ماشي بعيده على الكونسيبت، مي ما هضرش عليها هو بواحد الطريقه اللي مباشره مايكل. صافي الاخوان، المهم انت غتقراها مزيان، غتشدها، غتبراكتيستيها مزيان الى عجباتك، حيت هي صراحه فيها شي حوايج باوف مزيان، يعني تبقى تكونفيرمي بهم شي حوايج ديالك وصافي. ندخلو في الفيديو دابا. دونك نبداو بقى الاخوان بهادو الاخوان بالانجلش، ما غادي نشرحوهم بالدارجه حيت راكم عارفين تقدر ماشي كلشي يكون كيتفرج غير من المغرب ولا من، فهمتي، وباش كلشي يفهم حتى اللي ماشي من المغرب ولا هكا على الاقل يفهم شي حوايج. صافي ما غادي نشرحو ان شاء الله كلشي. قال لك الاخوان time must be divided in quarter for a proper interpretation of the market cycle. يعني الاخوان هذا الوقت هذا اللي هذا الكوارتر هادو كيتقسموا على واحد التايمز باش كيعطيونا واحد بحال اللي كنفسروهم بواحد الشكل صحيح في الماركت، فهمتوا الاخوان. اول حاجه الاخوان هذا الكوارتر طيور ما تخلطوهاش مع داكشي اللي كنتو تشوف ابدا ولا هذه حاجه اخرى. صافي فهمتوا الاخوان. دونك كتقول لك ان الوقت خاصو كيتقسم على ربعه باش نفسرو بشكل صحيح الماركت سايكل. الحاجه الثانيه blending quarterly theory and basics ICT concept leads to enhanced time and price. اش كتقول لك الاخوان، هذه كتمزج ما بين الكوارترلي شيفت في الكوارترلي تيوري عفوا والبيزكس في ICT concept اللي دابا راه بلاش كلشي كيعرف
اي سي سي البيزكس اي سي سي كونسيبت باش كتعطيك واحد الدقه في لي زاناليز ولا في اي حاجه صافي. دي تايم اند برايس كيعطيوك احسن دقه. دونك الحاجه الثالثه الاندرستاندينغ كوارترلي ديرو allows you to be flexible. It fits in the with any style of trading as it is universal to all time frame. دونك اخوان نعرفوا شنو هذا اللي كتعني. يعني فاش كتفهم هذا الكوارترلي تيوري هذه كتعطيك واحد شي حاجه اللي باورفول باش كتخليك فهمتي كتخلي عندك واحد التناسبيه مع اي تايم فريم حيت هاد الكوارتر تيوري خدام في اي تايم فريم عندك غتخدم به انت صافي. دونك واخا هادو غير بيزيكس كوارتر لي تيوري اللي بغا المهم راه انونسي هاد الديف تشانل ديالو تقدر تشوف هو شنو كيقول تا هو مي راه داكشي اللي قال هو اللي كنشرح. الحاجه الرابعه الاخوان سوري الحاجه الرابعه هي الكوارتر لي تيوري موف Quite akinken as it gives you specific time based reference point to look for when entering trades. شكاز على الاخوان هي زعما هذا الكوارترلي تيوري كتحيد لك بحال واحد البلول على الماركت حيت هي كتعطيك بحال كتعطيك شي حوايج مهمه متعلقه بالوقت حيت راه الوقت هو كل شيء في التريدين ولا في الكونسيبت اللي كنقراو حنا اللي هو اي سي سي كونسيبت فهمتي كتعطيك شي حوايج مهمه متعلقه بهذا التايم باش باش انت كتشوف احسن انتري في احسن بلاصه. اوكي اخوان دونك ندوزو اول حاجه كيما هو انا نصهاي هي التايم از فراكس وانا استعد اون اول تايم فريمز واخا. اول حاجه في هذا السايكلز هذا هو اليرلي سايكل مقاوه. اليرلي سايكل از كومبرايزد اوف فور كوارترز 3 مونت ايتش. اش كتعني الاخوان يعني العام اليرلي سايكل كنقسموه على ثلاثه على كل 3 شهور فهمتوا الاخوان بحال هي راه هنايا 4 كوارترز صافي. اذا الكوارتر الاولى كيكون فيها شهر 1 شهر 2 شهر 3 وهنا عاوتاني 4 5 6 نفس الحاجه هنا 6 7 8 9 هنايا 6 هنا 7 8 9 10 11 12 صافي الاخوان. هاد شوف هاد الحوايج كاملين نشوفو فاش نحتاجوهم وهاد الكي 1 كي 2 كي 3 والكي 4 نشوف فين نحتاجوهم كاملين. دونك دابا اللي خصكم تعرفوا انه لي ريسايكل كيتقسم على على 4 ديال الكوارتر كل كوارتر فيها 3 شهور. اوكي ندوزو كاين المونتلي سايكل اللي هو monthly cycle is comprised of 4 quarters 1 week each. يعني هو واحد نقول لكم واحد اللعبات انوطيوها هنا هنا الاخوان كما شفنا هنا قال لك المونتلي سايكل كتقسم على 4 كلهم كيتقسموا على 4 كل كوارتر فيها شهر فيها سيمانه 1 week صافي. يعني هذه كتكون السيمانه الاولى السيمانه الثانيه السيمانه الثالثه السيمانه الرابعه. ولكن الاخوان الا كانت شي سيمانه في داخل فيها الاخر الشهر مع الاول شهر بحال دابا ديك السيمانه بدات في 29 في الشهر اللي قبل وسالات في المهم سالات في شي 3 ولا 4 في الشهر اللي قدام هذيك ما كنحسبوهاش صافي. بمعنى الشهر يكونوا السيمانات ديالو كاملين هاد القضية اللي بغيت نقول لكم. دونك الويكلي سايكل الويكلي سايكل is comprised of 4 quarters 1 day each. يعني الاخوان الويكلي سايكل كنقسموها حتى هي على 4 وكل كوارتر فيها نهار. يعني 2 تكون الكوارتر الاولى 3 الكوارتر الثانيه الاربع تكون في الكوارتر الثالثه الخميس في الكوارتر الرابع. الاخوان الجمعه ما كاينش انا درت انا فرايداي از نوت انكلودد انتو ذا ويكلي سايكل دو تو ذا فاكت ذات از ات اون سبيسيفيك فانكشن. يعني الاخوان شوف الجمعه في هذا المودلز هادو ما كايناش حيت اصلا هي عندها واحد فهمتي واحد الحاجه اللي عندها واحد الوظيفه ديالها من بعد نشوف ولا
فاش نبارطاجي واحد المود لهنا الاخوان، نشرحوا هاد القضيه ديال نهار الجمعه. اوكي، المهم هي ما دخلتش في هاد الويكلي سايكل، كيتني ثلاث الاربع الخميس. اوكي كنظن مفهوم. اوكي نكملوا. كاين ديلي سايكل. ديلي سايكل از كومبرايزد اوف فور كوارتر 6 اور ايج، يعني الاخوان كل كوارتر تكون فيها 6 سوايع صافي. ويش بيرفكتلي الاين وذ ذا فور تريدينج سيشن، يعني الاخوه اللي جايه متداخله مع السيشنز، مع السيشنز اللي عندنا في النهار، اللي كيكونوا. شوف الاخوان ما تخلطوش هاد السيشنز هادو اللي غادي نهضروا عليهم مع الكيل زون صافي، ما تخلطوهمش حيت ما غاديش نهضروا على نفس التايم ديال الكيل زون. اوكي باش ما تخلطوش كلشي. الكوارتر الاولى تكون فيها اسيا، دابا النهار كنقسمو على اربعة، الكوارتر الاولى كتكون فيها اسيا، الكوارتر الثانية كتكون فيها لندن، الكوارتر الثالثة كتكون فيها نيويورك، الكوارتر الرابعة كتكون بي ام سيشن ولا كيسميها الافترنون سيشن. اوكي على الناس اللي كيحتاجوا هاد البي ام سيشن. او each session is comprised of four quarter 90 minute cycle، يعني الاخوان كل هاد سيشن حتى هي غادي نقسموها على كوارترز، اللي كاين اللي يهضر على هاد 90 مينيت سايكل، ولكن ما تخربقات فاش شرحت هاد 90 مينيت سايكل، مي حنا نشرحو حيت كاين اللي شرح هادشي كامل ك 90 مينيت سايكل، مي المهم صح هاد الغلط اللي شرحو هكاك. 90 مينيت سايكل هي اللي غادي نشرحوها للاخوان، واللي هي كل الكوارتر اللي عندنا هنا في الديلي سايكل كتقسم حتى هي على كوارتر. اوكي نشوفوها اللي هي دابا وصلنا لخمسة 90 مينيت سايكل. في الاسيا ستيشن الكوارتر الاولى غتكون ما بين 6، شوف اخوان واحد القضيه تجي كامل بنيويورك تايم، ما كاين لا وقت الجزائر لا تونس لا المغرب لا والو صافي، هادو كاملين بتوقيت ديال نيويورك يو تي سي ماينس 5. الكيو 1 كتكون ما بين 6 و 7 ونص، الكيو الكوارتر الثانيه كتكون ما بين 7 ونص و 9، الكوارتر الثالثه ما بين 9 و 10 ونص، الكوارتر الرابعه ما بين 10 ونص و 12 ميد نايت. في لندن ستيشن الكيو 1 كتكون ما بين ميد نايت اوبن نيو 12 و الوحدة ونص، الكوارتر الثانية ما بين الوحدة ونص وثلاثة، الكوارتر الثالثة ما بين ثلاثة والربعة ونص، الكوارتر الرابعة ما بين ربعة ونص وستة. نيويورك سيشن، في نيويورك سيشن ما بين ستة وسبعة ونص الكوارتر الأولى، الكوارتر الثانية ما بين سبعة ونص وتسعود، الكوارتر الثالثة ما بين تسعود والعشرة ونص، الكوارتر الرابعة ما بين العشرة ونص واثناش. اوكي الافترنون سيشن ولا بي ام سيشن، الكيو 1 ما بين 12 و 1 ونص، الكيو 2 ما بين 1 ونص و 3، الكيو 3 ما بين 3 و 4 ونص، الكيو 4 ما بين 4 ونص و ما بين 4 ونص و 6. واخا دابا جينا نهضروا شويه في الكوارتلي تيوري. الفانكشن ديال داك الكيو 1 اللي كنا كنهضروا فوق عليها في السايكلز كاملين، في 90 مينيت سايكل يير للموست كلشي اللي عندنا، كما قلنا الاخوان حنايا البرايس كيحركوا واحد الالغوريثم صافي، هو اللي كيتحكم في البرايس. دونك الالغوريثم كما كنا شرحنا نفس القضيه، كيخصو واحد الانبوت، كيخصو واحد الانبوت باش كيعطي واحد الاوتبوت، وفي هاد التيوري هادي الكيو داكشي داك الانبوت اللي كيتعطى في الكيو 1 هي اللي كتعطي داك الاوتبوت في الكيو 2 والكيو 3 والكيو 4، يعني كلشي دايري على هاد الكيو 1 هادي، يعني الكيو 1 هي اهم حاجه اللي انت غتعرف بها شنو تقدر يطرا في الكوارتر الثانيه الكوارتر الثالثه الكوارتر الرابعه صافي.
يعني هنايا بحال اللي كيتعطى ديك الانبوت الالغوريثم باش كيعطينا واحد الاوتبوت ديك الديلي ولا اليرلي سايكل ولا 90 مينيت سايكل لكلشي لاي كوارتر. يعني اهم حاجه هو هاد الكيو 1 اللي خصنا نشوف، هذه هي اللي قلنا هاد الوليه هذه قلنا اف كيو 1 اكسباند. يعني هذه غير واحد الحاجه هنا زدناها، اف كيو 1 اكسباند يعني كانت اوريدي هاد الكيو 1 فيها واحد الموف، يعني كانت فيها واحد الاكسبانشن نقولوا، كانت فيها واحد الاكسبانشن. الكيو 2 ويل لايكلي كونسوليديت، يعني تقدر هاد الكوارتر الثانيه ماشي 100%، حنا كنشوفو على حساب اللوجيك وعلى حساب هاد الثيوري هادي. الكيو 2 اللي قالك هاي بروبابيليتي غتكون غا كونسوليديشن صافي، ما غتشوفش فيها شي موف اللي شي موف تشوف فيها واحد الاكيوميليشن وصافي. مي هنا كاين واحد اوكي مشتاش، اف كيو 1 كونسوليديتس كيو 2 ويل لايكلي اكسباند. يعني الا كانت هاد هاد الكيو 1 هادي كانت كونسوليديت تقدر غير نوصلو للكيو 2 تكون عندنا واحد الاكسباند واحد الاكسبانشن. اوكي دابا شرحنا هاد الحاجه هادي اللي هنا. اوكي نبداو ترو اوبنز اند ذا مين ار ذا مين بوينت اوف ذا كوارتلي ثيوري، يعني هي المكون الرئيسي ديال الكوارتلي ثيوري اللي جينا ندير له واحد الترجمه صافي. يعني ترو اوبنز هما كلشي that they are specific open of the price which serve as a time based filter of Gaussian or Gaussian Judas swing. يعني من هاد الاوبينين برايس هذا اللي غادي نبقاو نديرو حنايا اللي نبقاو نعرفو فين يكون وكلشي، تقدر نكونو عارفين فين تقدر ترانا واش عندنا داك جودي سوينغ ولا لا صافي، نقدرو حنا نعرفوها ونسيبيوها وعلاش لا كاع نتريديوها. واخا the true opens of the pin of Q2 of every cycle. يعني ترو اوبن الاخوان بواحد الصفه عامه هي الكيو 2 اوبن، كيف تشوف كيف تكون عندك البلديه ديال الكوارتر الثانيه، يعني هذيك هي ترو اوبن اللي انت غتمشي عليها في اي سايكل، سواء في الديلي سايكل في المونتلي سايكل في 90 مينيت سايكل صافي. دونك هنايا بحال اللي كانت عندنا واحد هنا كانت هذه هي الكيو 1، هنا كانت عندنا البداية ديال الكيو 2، يعني هنا درنا داك هنا كان عندنا الكيو 2 ترو اوب، وصلنا لواحد الهاي تايم فريم بي دي اري اسو. غنعطيكم واحد الحاجة اللي زوينة فهاد الهاي تايم فريم بي دي اري اخو. الحاجة اللي بغيت نعطيكم هي الا كنتي كتريدي ال 1 مينيت، الا كنتي كتريدي ال 1 مينيت البي دي ال هاي تايم فريم بي دي ار ديالك فين تشوفها في الربع ساعة صافي. هاد اللعيبة تنوطيوهم، الا كنتي كتريدي ال 1 مينيت الهاي تايم فريم بي دي ار ديالك اللي تقدر تدخل منها هي 15 دقيقة د ربع ساعة، الا كنتي كتريدي ال 5 دقايق الهاي تايم فريم بي دي ار اللي خصك تشوف هي الساعة. الا كنتي كتريدي ربع ساعة في 15 دقيقة، الا كنتي كتريدي في 15 دقيقة الهاي تايم فريم بي دي اري ديالك فين تشوفها في 4 السوايع. الا كنتي كتريدي في الساعة الهاي تايم فريم بي دي اري ديالك كتشوفها في الديلي، و الا كنتي كتريدي في 4 السوايع الهاي تايم فريم بي دي اري ديالك كتشوفها في الويكلي. اوكي هاد اللعيبات راه بزاف الناس ما عارفينهمش، كيحيت كيكون كيتريدي 5 دقائق كيتسنى واحد الهاي تايم فريم كيتسنى يوصل له برايس تاع واحد الهاي تايم فريم بي دي اللي تقدر يشدها هو في الديلي ولا ما عارفين يشدها صافي. دابا راه عطيتكم باش نحيدو علينا هاد القضيه وكلشي عارفها نوطيوها. اوكي ترو اوب رولز اخوان، هاد ترو اوبن هذا باش نعطيكم واحد القضيه زوينه غنبقاو نلعبو عليه بحال الايكويليبريم ديال افري سايكل، يعني اي سايكل سواء في اليرلي ولا في المونثلي ولا
نبقاو نلعبوا عليه كأنه هو الإكوليبريم، تحته خصنا نشريو، ومن فوق الترو اوبن خصنا نبيعو. اوكي اخوان، يعني هاد بيريش سيلين اباف ترو اوبن، يعني اذا كنا حنا اصلا بيريش الدال بايز بيريش احسن سيل هي فوق ترو اوبن، ولا كنا حنا بوليش احسن باي تحت ترو اوبن، غنبقاو نخدمو عليه كانه ايكوليبريم. صافي الاخوان، اللي فوقو بريميوم تحتو ديسكو، يعني خصنا حنايا نشريو من الديسكاونت، إلا كنا بوليش نشريو من الديسكاونت. صافي، المهم راكم فهمتوني. دابا نعرفو ترو اوبن اللي هنا، نعرفوها ديال اي سايكل. اوكي، ترو اوبن في الآية ترو يور اوبن هو اول نهار 2 في شهر 4، في هاي هي هذيك في ابريل. صافي، ترو مونث اوبن يعني هو 2 الثاني في الاخر في ديك الشهر، سيكند مونداي اوف ذا مونث. ترو ويك اوبن هو اي نهار 2 مع 6، هذاك هو ترو اوبن ديال الويك. وترو اوبن ديال الدي هو الميد نايت اوبن. صافي، هادو ترو اوبن ديال السايكل. ترو اوبن ديال السيشن كاين ترو اوبن ديال اسيا اللي هي 6، ترو اوبن ديال لندن 1.5، ترو اوبن ديال نيويورك 7.5، ترو اوبن ديال بي ام سيشن ولا افترنون سيشن اللي هي 1.5، هادو كاملين نيويورك تايم. دونك دابا نعرفو، عندنا الكوارتلي تيوري تشيت شيت غنعرفو دابا. هاد التي هضر على هاد القضية هادي ديال ا ام دي اكس اكس ا ام دي. الحاجة الأولى في هاد اللي قال هو الكيو 1، إلا كانت فيها واحد الأكيوميليشن كونسوليديشن هي هاديك، الكيو 2 غتكون فيها واحد المانيبيوليشن، والكيو 3 تقدر تكون فيها ديستريبيوشن. هادو بوسيبل تريديو، صافي هادو تريديو، هادي لا وهادي لا، وهاد الكوارت الرابعة اكس اكس يعني تقدر تكون كونتينيويشن ولا ريفرسال ديال هاد الكوارتر ديال الكوارتر التالت بريفيوس كوارتر. صافي الاخوان، دونك هادشي راه باين، ما فيش شي حاجه اصلا صعيبه. اكس ا ام دي اكس يعني تقدر تكون عندنا داك الكيو 1، تقدر تكون عندنا كونتينيويشن للموف اللي كانت قبل، كونتينيويشن بحال هذا البارح، ياك يعني نقولوا هذا البارح وهذا اليوم. صافي، نقولوا هذا البارح وهذا اليوم، يعني هذا الكوارتر هذه يكون كانت بولش، اذا هنايا يكون درنا كونتينيويشن بحال اللي درنا كونتينيويشن ديال البريفيوس كوارتر. فهمتوني الاخوان، ديال الكوارتر اللي كانت قبل منها. اوكي، الكوارتر الثانية تكون فيها الاكيموليشن كما قال هو، الكوارتر الثالثة تكون فيها المانيبيليشن، حنا اللي نكونو انتريستين تريديوهم هما هاد الجوج هادو، الكوارتر الثالثة والرابعة. دونك ضروري اخوان، ها علاش خصكم تركزو هنا على الكوارتر الاولى، هي اللي غتعطيك شنو تقدر يكون. وبيان سور هاد الشي بلا بايز ما كيسوى والو، البايز الا ما كانش عندك انت عارف راسك واش خصك تكون بوليش ولا بيريش، راه هادشي ما عندو فاش ينفعك. دونك ضروري انت تعرف، خاصك تعرف فين طرات المانيبيوليشن ولا. صافي الاخوان، دونك نشوفو هاد الدياغرام ديال ام دي اكس. هضرنا على هاد الهاي تايم فريم بي دي اري، سو ما عندكمش مشكل فين تعرفوا الهاي تايم فريم بي دي اري على حسب التايم فريم اللي نتوما غاتريديو فيه. اوكي، هنايا كان عندنا الكيو 1، ياك كان عندنا فيها واحد الاكيوميليشن، حنايا اوريدي عندنا البايز بوليش. صافي، دونك انت غتشوف بلي راك غادي مزيان. هنا كان عندنا الكيو 2 ترو اوب ولا ترو اوبن ديال الكوارتر الثاني، هنا يسويبن هاد الليكويديتي هاد اللي عندنا بلو اسي رانج،
صافي سويبها وصل لديك الهاي تايم فريم بي دي ري ديالك انت ياك على حساب التايم فريم اللي غاتريدي. من هنا انت تكون عندك احسن باي الا كان البايس عندك بوليش صافي. من هنا انت غتشد احسن باي. كاين الاخوه اللي كيخدموا حتى بالترو اوبن الكوارتر الثالثه ما يتقدر نهضروا عليها في فيديو اخر، حيت ان شاء الله كما قلت لكم يكون واحد الموديل متداخل مع هادو ديال الكوارتر لي طيور تحتاجو صافي. كاين اللي كيخدم حتى بالترو اوبن ديال الكوارتر الثالثه، مي حنا سير نتوما غير مع صافي الاخوان. كما قلنا هادي تكون هي الكيو 2 صافي. من وصلك هاد الهاي تايم فريك بي دي ري تقدر انت تاخد واحد الكلين انتري تطلع مع البرايس وحكا تكون درتي واحد التريد لي زوين. دياجرام ديال اي ام دي اكس اي ام دي، يعني الاخوان بحال اللي عندنا هنا كانت عندنا واحد الكونتينيويشن ديال بريفيوس كوارتر ياك، كانت عندنا كونتينيويشن في الكيوت واش غيكون عندنا؟ غتكون عندنا واحد سوليديشن صافي. هادشي اللي بينت لكم في هاد الدياجرام موراها في هاد درنا الكيو 2 ترو اوب ديالنا. حنا الهاي تايم فريم ديالنا عارفينو البايس عارفينو عندنا خصو يكون بيرش صافي. دونك انت هنايا غتولي انت انتريسي بالسيل فوق الكيو 2 ترو اوب، انت تكون انتريسي بالسيل. ملي غيوصلوك لهاد الهاي تايم فريم بي دي اي ديالك تقدر تاخد واحد الكين انتري صافي الاخوة. دونك هكا نقول كنا هضرنا على كل شيء في هذا الكوارترلي تيوري، اعطيتكم الاوقات ديال كل شيء. دونك دابا كنظن انكم ما محتاجينش تعاودوا تسولوا على هذا الشيء حيت كل شيء مفهوم. اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يسول في جروب تيليجرام صافي الاخوان. دمتم في امان الله.